السلام عليكم. نكمل بقى، وهتلاقي في الفيديو ده نفس الكلام اللي اتقال الفيديو اللي فات، ولكن شوية أمثلة بس على السريع كده. هيتكلم هنا عن الكارتيزيان برودكت، وقلنا ان دي علامته ان هي الاكس دي او علامة الفي دي. هو بيقول لي بي ديفاين ذا ريليشن اوف ذات، بيتكلم عن ان انا ببدأ اعمل كونكاتينيشن للداتا بقى، ان انا ببدأ اضرب الداتا، بضرب ده في ده كله كارتيزيان برودكت، وبعملهم كونكاتينيشن مع بعض واحطهم في جدول لوحده، ان انا بضرب كل تيوبل من الار ده مع كل تيوبل في الاس ده كامل. فهو هنا جه عمل لي بروجيكشن بقى، ايه، جاب لي جدولين وعمل لي بينهم بروجيكشن مع الكلاينت نمبر والفيرست نيم واللاست نيم بتاعه، وبعد كده مع الكلاينت نمبر للفيو بتاعه والبروبرتي نيم والكومنت. فهو لو جه دي، هو هنا يعني بدأ ان هو كان عندي جدولين وبعد كده ضربهم في بعض كارتيزيان برودكت وطلع لي الجدول ده، وعرفنا ازاي بنضربهم. بعد كده لو هيتكلم بقى عن الجون اوبريتور، فهو هنا بيقول لي، قلنا فكرة الجوين دي ان لو عايز اربط بين اكتر من جدول من بعض، فبربط بينهم ازاي؟ عن طريق ان انا عندي برايمري كي وفورين كي. فبيصادف لو انا عندي ان البرايمري كي يعني اتساوى مع الفورين كي بتاعي ده، فكده حصل عندي جوين، وببدأ ان انا ارجعه في العلاقة الجديدة بتاعتي. فده نفس الكلام اللي هيقوله هنا، بيقول لي ان انا عندي دومين من ريليشن معينة، بقول لي ان الجوين ده بيكونسيدر، بيجيب لي كل الاحتمالات اللي موجودة من التوبل، من الطابل ده او من التيوبل ده، من الاثنين ريليشن. فبيقول لي اف ان الفاليو دي بقى، لو اللي انت اخترتها دي لو ايكوال مع الفاليو التانية اللي انت رابطها بيها، فكده يبقى انت حصل عندك جوين، وتبدأ تجيبها في الريليشن الجديدة بتاعتك. قال لي ان انا عندي ليه شوية انواع برضو، قال لي عندي الناتشرال جوين واتكلمنا عنه، وبرضو عندي السيمي السيمي جوين، وعندي الليفت وعندي الرايت وعندي الفول اوتر جوين. تمام كده. فهو هنا عايز يوضح لك بقى ايه هو الفول اوتر جوين، او لا عفوا، هنا هيوضح لك الناتشرال جوين. فبقول لي ان انا عندي هنا جدولين، عندي جدول هو الجدول الامبلوي وجدول الديبارتمنت، وده هيبقى الناتج او الريليشن الناتجه بتاعتي اللي هحط فيها الريزولت بتاعتي. فبيقول لي ان انا عندي اول حاجه، احنا كنا بنشوف ايه، كنا بنشوف العمود المشترك بالنسبه لي اللي هو هنا برايمري كي، وهيكون هنا هو فورين كي، او عامه العمود المشترك بتاعي. وخلاص بعيد عن ما نتكلم في موضوع الكي ده، لان ده هو اللي بيبين لي اذا كان حصل عندي جوين ولا لا. فانا بقول لي ان انا عندي هاري، وده الرقم بتاعه هو، وديبارت اللي هو موجود فيه فينانس اللي هو الماليه تقريبا. خلاص تروح بص الناحية التانية، انا عندي فينانس هنا. فقال لي اه خلاص، روح انقل بقى الصف بتاعه ده مع الصف المقابل للفينانس من الناحية التانية، وحطهم في الجدول كاملين. فقال لي هاري 3415 هو فينانس، وهو المانجر بتاعه جورج. نفس الكلام مع سالي، هتروح لسالي هي في قسم السيلز، هل في سيلز هنا؟ اه، يبقى خلاص حصل معايا جوين برضو، واروح ان انا اخد سالي مع الرقم بتاعها والسيلز، وهو المانجر بتاعها هاريت. طيب جورج برضو كان في فينانس، هل موجود عندي فينانس؟ اه، يبقى خلاص الجورج مع فينانس مع هنا، والمانجر بتاعه جورج يتحطوا هنا. بعد كده اللي جه على هاريت وهي في قسم السيلز، هل هنا عندي سيلز؟ قال لي اه خلاص، روح خدها مع السيلز بتاعها، والمانجر بتاعها هنا كان مين؟ كان هاريت، فحطهم مع بعض. طيب يجي بقى الجزئية الجديدة، وهي الجوين والايكوال جوين. الفرق بينهم بس ان هو هيعمل لي جوين، ولكن بناء على شرط معين. ففي الجوين هنا حط لي شرط مثلا، بيقول لي ان انا عندي الكار برايس اكبر من البوت برايس. فاذا كان الشرط ده متحقق، خلاص اعمل لي جوين. هو نفس اللي فات بالظبط، بس بناء على شرط، مش يدوب هو موجود ولا لا. هو موجود اه، بس شوف لي بقى الشرط هيتحقق ولا لا. الايكو جوين الايكوال جوين هو نفس الكلام بالظبط، ولكن بيبقى عندي علامة يساوي، من اسمها اصلا ايكوال جوين. فخلينا نشوف، بقول ان انا عندي اتنين جدولين، في كار وفي عندي بوت. بتبدأ انت بقى تشوف اللي هو قالك عليه، بيقول لي ان انا عندي الكار ايه ده، كان اللي هو كان الشرط بتاعه ان الكار برايز اكبر من البوت برايز. خلاص شوف ان الكار برايز ده هو كان بكام، كان ب 20000. هل في بوت وان هو اكبر من 10000؟ اه، هو اكبر من 10، يعني هو الكار برايز اه هنا اكبر من البوت برايز. خلاص خدها، يبقى الكار ايه مع ال 20000 مع البوت وان مع ال 10000. هل ال 20000 أكبر من 40؟ لأ. هل ال 20000 أكبر من 60؟ لأ. فخلاص يبقى مش هيحصل من عندي جوين مع الاتنين دول. طيب تاني واحد بقى اللي هو كار بي، الكار بي كان ب 30000، هل ال 30000 أكبر من 10000؟ اه، فخلاص خدها كار بي مع ال 30000 مع البوت ون مع ال 10000، وخدتها هنا. هل ال 30000 بقى أكبر من ال 40؟ لأ، يبقى مش هاخدها. هل ال 30000 أكبر من 60؟ لأ، يبقى مش هاخدها. يبقى تمام. نيجي بقى للكار سي، هل الكار سي دي الكار برايس بتاعها كام؟ 50000. هل ال 50000 اكبر من 10000؟ اه،
فخلاص خد الكار سي مع ال50 ألف بتوعها، وهو كانت اكبر من 10 آلاف اللي هي كانت البوت بتاعها ايه، وخليها خدها جوين معاها. هل ال50 ألف اكبر من ال40؟ اه خدها معاها. هل ال50 ألف اكبر من 60؟ لا، يبقى مش هيحصل عندي جوين، او اللي هي كانت اسمها اه جوين. الايكوال جوين نفس الكلام، ولكن هيبقى بناء على ان هو ايكوال بس مش اكتر. طب السيمي جوين بقى بعد كده يبدأ يكمل بقى ويتكلم عن السيمي جوين. قلنا ان السيمي جوين ده ما هو الا اوتر جوين، ولكن في الاخر باخد الجزء اللي هو يخصني بس، او الجزء اللي على الشمال او اللي على اليمين، على حسب اذا كان هو السيمي جوين متطبق على الليفت جوين ولا على الاوتر جوين ولا على الرايت جوين. فخلاص انا ببدأ ان انا اعمل جوين بشكل طبيعي خالص، اللي هو هنا، اللي هو فين كنا عملنا الناتشرال جوين؟ فين؟ اه هو ده، عملنا الناتشرال جوين، ولكن ببدأ اخد الجزء اللي على الشمال بس. فخلاص تعال نشوف هنا يقول ايه. بيقول لي ان انا عندي جدول امبلوي والجدول ديبارتمنت، وبيقول لي ان انا هاري ده وده كذا، والاي دي بتاعه كذا، وفينانس. هل في هنا عندي فينانس؟ لا، فخلاص سيبك منه ومش هاخده. جه على سالي والرقم بتاع كذا، والسيلز. هل في هنا سيلز؟ اه، فخلاص حصل عندي جوين والمانجر بتاعه سالي. تمام كده، هاخدها كامله. يعني انا هاخد السالي مع دي مع دي، واشوفها في الاخر ابقى افصلها ازاي. بعد كده الجورج، هل الجورج موجود عنده فينانس؟ لا، يبقى مش هناخده. هل الهاري ده موجود عنده برودكشن؟ هل موجود عنده هنا برودكشن؟ قال لي اه. فخلاص انا هاخد الاتنين دول، كان يبقى انا حصل عندي جويل في الاتنين دول. بس قلنا طالما هو سيمي جوين يبقى انا هاخد الجدول اللي على الشمال بس. فخلاص انا خدت سالي والرقم بتاعه وسيلز اهو، وخدت الهاري والرقم بتاعه وبرودكشن اهو. فالسيمي جوين انا باخد الجدول اللي على الشمال بس. تمام. بعد كده الجزئية اللي عليها الدور اللي هي دي هنا، طالما دي فاضي يبقى هو خلاص طبق عندك هنا الليفت جوين. عمل ايه بقى؟ عندي امبلوي وعندي ديبارتمنت، وبدأ ان هو يقول لي ان انا عندي هاري. هل هاري ده في فينانس؟ هل فينانس ده موجود؟ لأ، بس احنا قلنا في الليفت جوين انا بكتب كل الجزء اللي على الشمال بس، ببدأ اكتب كل الجزء اللي على الشمال بس. خلاص انا هكتب، بص عشان تريح دماغك خالص، خد الجزء ده كله اهو. بص شايف ده؟ شايف الجزئية دي؟ خدها كوبي كده ونقلها هنا. لو جيت تبص هتلاقيها منقولة هنا تيبيكال. تمام. بعد كده اعمل ايه؟ ابدأ ابص للاخير ده، هل فينانس ده موجود؟ لا، هنا لا، خلاص سيب قصاده فاضي، معنى العلامة دي يعني هو نل. هل سيل موجودة هنا؟ اه، فخلاص حط المدير بتاعها اللي هو هارت. بعد كده جورج، هل الفينانس ده موجود هنا؟ لا، فخلاص سيبه نل. بعد كده بص لهارت، هل السيلز موجودة هنا؟ اه، فالمانجر بتاعه مين؟ هاريت برضو، فاكتبه. بعد كده بص لتيم، هو الديبت نيم بتاعه اكسكيوتيف، هل اكسكيوتيف دي موجودة هنا؟ لا، فخلاص سيب لي قصادها نل. ده الليفت اوتر جوين. طب في الرايت اوتر جوين هو نفس الكلام بالظبط، بس هتقوم واخد الكلام اللي على اليمين ده هو وكاتبه، ولو مش مطابق معاه في على الشمال ابدأ سيب قصاده نل. دي الفكرة كلها. طب في الفول اوتر جوين بقى، انت هتبدأ تعمل جوين ولكن من الناحيتين. يعني ايه من الناحيتين؟ فزي ما بقول لك، هو الاوتر جوين بيبقى بس يعني زي دمج كده ما بين الليفت اوتر جوين مع الرايت اوتر جوين، والعلامة بتاعته بتكون نفس علامة الجوين، وف يعني شدتين كده من اليمين واتنين من الشمال كمان. طيب هو هنعمله ازاي؟ هو اكني بعمل الليفت اوتر جوين وبعده بطبق الرايت اوتر جوين عادي، وفي الاخر بشيل التكرار. فخلينا نبدا بالليفت الاول. فعشان اوضح لك هعمل لك كده، انا عندي الحد تيم اهو. تمام، هروح اعمل كده، هطبق الليفت اوتر جوين نفس اللي طبقناه من شويه فوق هنا، فوق 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 هنا. فخلاص انا راح اعمل لك الكلام ده كله هنا تاني، وهعلم لك على دي كمان عشان تبقى واضحه. عندي هاري وفينانس، هل في هنا فينانس؟ لا، فحطها واسيب قصادها نل. سالي وسيلز، هل في هنا سيلز؟ اه، فحطها واحط المدير بتاعها هاريت. جورج وفينانس، هل في هنا فينانس؟ لا، فحطها واحط قصادها نل. طب هاريت وسيلز، هل في هنا سيلز؟ اه، خلاص يبقى هاريت واحط قصاده سيلز والمانجر بتاعه هاريت. طب تيم اكسكيوتيف، هل في هنا اكسكيوتيف؟ لا، فحطها واسيب قصادها ايه، اسيب قصادها نل. طب اجي بقى اطبق الرايت اوتر جوين. الرايت اوتر جوين اللي هما الاتنين دول هبدأ ان انا اطبقهم واكتبهم هنا. اول واحد كان ايه؟ كان السيلز. هل هنا عندي السيلز؟ كان عندي السيلز مع هاريت. تمام، السيلز فين؟ السيلز هنا مع مين؟ مع سالي مرة ومرة مع هاريت. هتلاقي هنا ان انا في الاخر هيكون عندي سالي والرقم ده والسيلز وهاريت، هتلاقيه هنا موجود هنا مرة، فمش هكتبه تاني.
وهتلاقيه برضو موجود هنا مرة، فمش هكتبه تاني اللي هو ده. فقلنا ان احنا بنشيل التكرار، تمام. انزل بقى اللي تحته، عندي تشارلس وبرودكشن. تشارلس اهو، خلاص هبدأ اعمله هنا. خلاص انا عندي هنا تشارلس اهو. تشارلس ده كان في ايه؟ في برودكشن. هل انا عندي هنا برودكشن؟ لأ، فحطها واحط قصادها نل. يبقى كده ده الفول اوتر، فول اوتر جوين، وقلنا ان هو دامج ما بين الليفت والرايت اوتر جوين. فدي اخر جزئية بقى، وهي الديفيجن. وشرحنا الديفيجن ده برضو في المرة اللي فاتت، ولكن هنعيده تاني. هو يعتبر هو العلاقة العكسية بتاع الكارتيزيان برودكت. العلاقة العكسية ازاي؟ هو ان انا كنت بروح على البروبرتي نيم ده مثلا، او اللي هو الجدول ده، وابدا اشوف بقى انا عندي هنا بي جي 4 وبي جي 36، فاروح على البروبرتي نيم اللي هو نفس الاسم والمشترك ما بين العمود ده، المشترك ما بين الجدول ده والجدول ده. فعندي بي جي 4 وبي جي 36، عندي هنا اهو بي جي 4، وعندي هنا البي جي 4، وعندي هنا البي جي 36. كل المشترك ما بينهم ايه؟ هتلاقي ان المشترك ما بينه، انا كده خلاص استبعد الباقي اللي هو بي جي 14 وبي جي 14، انا مش معايا اصلا. فالبي جي 4 والبي جي 36 ايه المشترك ما بينهم؟ هتلاقي ال56 و56 و76. ال76 جيت مرة مع البي جي 4، ولكن ما جيتش مرة مع ال36، فخلاص استبعدتها. لكن ال56 جيت مع البي جي 4 وجيت مع البي جي 36، فخلاص هتكون هي دي الناتج بتاعي، ناتج الديفيجن. لحد هنا نقدر نقول الحمد لله ان الجزء النظري كده اتفنش وخلصنا المحاضرات، وقبله خلص الجزء العملي، فكده الحمد لله خلصنا المنهج. فيعني يا رب الامتحان ده يعدي على خير ويوفقنا كلنا بقى، ونعدي من السنة دي على خير، لانها يعني تقيلة على الواحد والله جامد. وهما كلمتين بس، انا وانا ببدأ اعمل البلاي ليست دي كنت قلت انا لو واحد بس دعالي فهو انا كسبان واستفدت. فان شاء الله يكون على الاقل حد استفاد مني ولو بجزء بسيط، وانا شاكر جدا لاي حد افتكرني في دعوته او افتكرني بكلمة حلوة. فكده خلصنا، ولو حصل اي خطأ او اي غلطة كانت يعني في الفيديوهات اللي فاتت عامة نعديها لبعض بقى، وان يعني ان كانت حاجة حلوة فهي اكيد من ربنا، وكانت حاجة وحشة فهي اكيد مني ومن الشيطان. فسامحوني لو غلطت في حاجة برضو، او لو حصل خطأ حتى في الشرح، حتى لو محتوى علمي، وبإذن الله نعدي بقى من السنة دي ونخلص. اشوفكوا على خير ان شاء الله. السلام عليكم.